المنتخب وبقية الكلام على النادي الأهلي، السوشيال ميديا ودورها مع النادي الأهلي يا حنفي؟ السوشيال ميديا دورها مهم جدا مع النادي الأهلي. كان في حاجات كتير الإعلام بيصدرها للناس، وحاجات معينة عن النادي الأهلي بيصدرها للناس ما كانتش بتبقى واضحة. دور السوشيال ميديا هنا ودورنا احنا كناس أهلاوية بنحب النادي الأهلي، بنحاول ان احنا نفسر الامور، بنحاول ان احنا نوضح الامور لجماهير النادي الاهلي بشكل مفسر شويه، بشكل بسيط، بشكل الشخص العادي اللي ماسك الموبايل بتاعه بيعمل سكرول على السوشيال ميديا يفهمه. مش شرط ان انا اقول له كلام كبير، مش شرط ان انا احاول اوصل له الصوره بشكل كبير، لا هو بشكل مبسط بحاول ان انا اوصله له، وبحاول في نفس الوقت ان انا ادافع عن النادي الاهلي، حق النادي الاهلي فقط. مش بنحاول ان احنا نعدي ان احنا نطالب بحاجه مش حقنا، لا، حق النادي الاهلي فقط هو اللي بنطالب بيه. هو دور السوشيال ميديا في كده، في الدفاع عن النادي الاهلي، ان احنا دايما بنكون واقفين سد منيع لحق النادي الاهلي وبندافع عن النادي الاهلي باستماته. ويشو، انا شايف بقى ان دور السوشيال ميديا الاهلاويه مختلف جدا، لانه معلش اذا كان الاعلام التلفزيوني محكوم شويه كده كده بضوابط اخلاقيه وضوابط حتى رقابيه بشكل او باخر، لكن السوشيال ميديا انت رقيب نفسك، ورغم كده هتلاقي جل، مش هنقول يا سيدي كل، لكن معظم الصفحات الاهلاويه ومؤثرين في جمهور النادي الاهلي عندهم ضابط اخلاقيه. طبعا بتلاقي بعض جمهور المنافس بتلاقي بتبقى فيه قريب من اخلاق النادي الاهلي، بالظبط، بتحاول بالزبط ان انت تاخد اخلاق النادي الاهلي وتعملها. ده حقيقي، ان انت مفيش الفاظ خارجه في انتقادك، مفيش الفاظ خارجه حتى في انتقاد المنافس، او انت حتى زي ما بيسموها في السوشيال التحفيل، لا انت بتتكلم بشكل لطيف جدا، بتهزر عادي، كلنا بنهزر مع اصحابنا، لكن بشكل ضابط، بشكل اخلاقي، ما فيهوش الخروج، ما فيش بقى الخوض بقى في اعراض وايه يعني بعض النماذج اللي بنشوفها على السوشيال ميديا اخرى يعني. بالظبط خالص، مظبوط. عندنا ميزه يا كابتن، بنعترف بالسلبيات، ما يكون في سلبيات بنتكلم عليها، واول ناس بنتكلم عليها احنا بنقول لا في سلبيات، في حاجه هنا ممكن نعدل فيها. ودي نقطه ايجابيه في السوشيال ميديا بتاع النادي الاهلي، ان هي مش دايما بتحاول تجمل الصوره حتى لو الصوره سيئه، لو في سلبيات بنتكلم في السلبيات. بالعكس، ده احنا اصلا حقيقه، ودي نقطه اصلا بتزعلني من السوشيال ميديا الاهلاويه، بتزعلني من جمهور الاهلي، ان هو احيانا، ودي النقطه اللي بتكلم فيها كتير طول عمري بتكلم فيها، انه مثلا احيانا بنلعب مثلا ماتش وحش فنيا وحش، بس لينا ضربه جزاء، لينا هدف ملغي. في للاسف يعني كتير، يعني اسمحوا لي اقول كتير، من جمهور الاهلي عنده قناعه ان هو طالما انا وحش ما اتكلمش، لا انا اتكلم، اديني حقي، مش دور الحكم. انا بحب اتكلم عن التحكيم كتير، يعني مش دور الحكم ان هو يقيمني. انت كل واحد بيشوف شغله، اللاعب لو اثر في شغله فنيا فانت كحكم ما ينفعش تاثر في شغلك ان انت تعاقبني، ويكون ضربه جزاء واضحه ما تحسبهاليش، اعتقد لا احسبها. اعتقد اتحاد كره القدم المنتخب هيكون له دور، او يعني اتمنى ان هو يكون له دور. يعني هل ده ممكن؟ يعني بيني وبينك احنا من 2019 لغايه دلوقتي لجان لما خلاص اتحاد الكره يا كابتن، الممثل في جمال علام، الاستاذ جمال علام، قدامه تحديتين كبار، حاجتين كبار جدا. نعم. هيواجهوه. اول حاجه زي ما حضرتك قلت في المقدمه، اول حاجه هو ان هو يجد حل لازمه كاس العالم للانديه المتضاربه في المواعيد مع كاس الامم. نعم. دي مساله اتحاد الكوره، النادي الاهلي بيمثل مصر في البطوله ديت، النادي الاهلي مستحيل تحرمه من احد اهم ست لعيبه في الفريق، او احد اهم ست لعيبه في مصر في بطوله مهمه زي كده. تسعة كل الدوليين يعني. بتسعى كل الدوليين باستثناء ما عدا منتخب مصر، لو حسبنا بدر بنون وعلي معلول وأليو ديانج. فدي مهمه اتحاد الكوره، بالاضافه للتحكيم. الاهلي بمنتهى الامانه الموسم اللي فات، حتى لو الاهلي فنيا في اخر 7-8 ماتشات كان لينا بعض هو ده الفرق بقى، لينا بعض في السوشيال ميديا نفسها، ان انت هنا بتقول انا عندي اخطاء وكل حاجه، بس يا جماعه زي ما ايشو قال كده، بالظبط، ادينا حقنا يعني السنه اللي فاتت في اخر 7 ماتشات الاهلي ما كانش فنيا اعلى حاجه، طبعا ده كان طبيعي طبقا ان الاهلي لعب موسمين متلاحمين في بعض، عمل فيهم انجازات كبيره جدا جدا صعبه، ورغم كده الاهلي في اخر 7-8 ماتشات لو رجعنا حالات التحكيم هتلاقي أكتر حد ان تتظلم. بالظبط، ان الاهلي فقد لا يقل عن 9 نقط في 7-8 ماتشات كان يستحقهم بسبب التحكيم. صح، لو رجعنا ممكن نفي على ما افتكر، يعني ماتش اسماعيلي، ماتش طلع الجيش اكتر من ماتش الاهلي كان يستحق ان هو يكسب، وكان بيخسر او بيتعادل بسبب خطا تحكيمي واضح على النقيض ان خصمك بياخد بنفس الطريقه وبيستفيد بوجود الفار بالنسبه خلاص احنا تجاوزنا السنه اللي فاتت. يعني بالزبط. انا اتمنى، وبيني وبينك احنا لما كنا بنتكلم مع لجنه كنت برضو، وانت بتتكلم لكن انت دلوقتي بتتكلم مع اتحاد كره قدم،
او مجلس اداره لاتحاد كره القدم منتخب في نفس الوقت باغلبيه ساحقه بالظبط يعني 106 صوت يعني 106 صوت 109 صوت من 116 وصوت واحد وسته وسته للقائمه الثانيه دي اغلبيه ساحقه ما شفناهاش قبل كده من زمان بالظبط. فاحنا لينا برضو الاتحاد زي ما الاتحاد المصري دور يا شايف برضو الاتحاد الافريقي له دور يعني الناس دلوقتي فرحانه بالظبط المواعيد في الناس هنا يعني شفت الاعلام المصري فرحان وبيقول ان هو اخيرا افريقيا لها صوت بقى وان احنا مش هيفضل دايما تحت عبايه الاتحاد الدولي يقول يمين يمين شمال شمال. اوكي انا مع يعني الحته الانتماء الوطني القاري حتى ده اوكي انا معاه. طب ما هو فين انت دلوقتي فرحان عشان افريقيا مشت كلمتها على الاتحاد الدولي فيما يخص افريقيا؟ طب ما هو برضه في ممثل لافريقيا زي ما الاهلي ممثل لمصر في الكاس العالم للانديه برضه الاهلي ممثل لقاره افريقيا كلها مزبوط. والاتحاد الافريقي هو مطالب مش بس احنا بنرجوه يعني لا هو مطالب ان هو يتدخل ويكون في طلب رسمي كده للاتحاد الدولي لان دلوقتي النادي ده هيكون اكتر نادي متضرر من 9 لعيبه في 9 لعيبه غايبين عنه وعليم. حتى على فكره لو رجع بعد كده هيكون برضه مرهقين برضه بسبب البطوله. هو ده حتى الاستاذ احمد مجاده لما كان بيتكلم كان بيتكلم بثقه كبيره قوي ان الاهلي هيلعب بكامل نجومه. احنا نفسنا نعرف دلوقتي الحل اللي هو كان عينه لنا مثلا الاستاذ احمد عويس عنده ثقه برضه.